السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا شيخ مصطفى، اشهد الله أن أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، أكمل رد السلام إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. آسف يا شيخ، أنا آسف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بقول لحضرتك يا شيخ بعد إذنك، عايز أعرف استفسار، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابد من الوضوء من أكل لحم الإبل، فلماذا؟ الله تعالى أعلى وأعلم. يعني أنا سمعت من حد إن هو مخلوق زي البني آدمين مثلا، ولا إيه ده يا شيخ؟ الله تعالى أعلم، سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا يا شيخ مصطفى، بالله عليك ادعي لي بالزوجة الصالحة ربنا يرزقني بيها يا شيخ مصطفى، بالله عليك. أرزقك زوجة صالحة تقر بها عينك يا رب. شكرا، السلام عليكم.